السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي جديده. هذا وقت ديال الليمون ولا ديال لي زورانج. اليوم عندي لكم واحد لاطارت ديال لي زورانج بالليمون، كتجي رائعه وزوينه وسهله، ما فيهاش قوه الخدمه بزاف. تبعوا معايا وهانتوما غتشوفوا. يلا على بركه الله. عندي هنايا ربعة ديال الدقيق، 250 غرام ديال الدقيق، هذه لاباط لي غنديرها. عندي هنايا كاس إلا ربع ديال السكر، هاو كاس إلا ربع. عندي واحد قبيصة ديال الملحة قبيصة، وعندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة، الزبدة ديال غتكون على درجة المطبخ بحال هكا. وغندير واحد شوية ديال الحامض ديال أنا الليمون، غير شوية، لان قلت انا غندير لاطارت بالليمون، فقلت انا غادي نديرها فيها هذا الزيت هذا ديال الليمون، غادي تجي لذيذه وزوينه وفيها داك المذاق زوين. غندير شي شويه بحال هكا، غنحاول نخلط هذه مزيان ونتركها. انت خاصها تجي لاطارت صابلي، كتجي زوينه بحال هكا وكتعجنوها وكتفركوها مزيان باش كتنسجم الزبدة مع مع الدقيق. دونك غادي نخدمها ومن بعد عاد ندير البيضة ديالي. ما صوبتش عندي لاباط ديالها باش ما تجاتش تسكتو. دابا غادي نزيد عليها بيضة كاملة، بيضة كاملة باش نجمع لاباط ديالي هكا. وغادي نحاول نمكن نعجن، دونك غادي نعجن لاباط ديالي وغادي نوريكم. وغنديرها في لا هكا، وغادي تجمع ليا لاباط ديالي. لاباط ديالي انا جمعتها، كانت كيما كيجات كانت رائعة. دونك غنديرها في الباكيت ونخليها على ما نوجد لاطارت ديالي اللي غندير فيها. غنديرها في الثلاجة، وغادي نحطها في الثلاجة ترتاح. عندي هنا ولنا ثلاثة ديال البرتقالات، عصير ديال ثلاثة ديال البرتقال، أنا خليتهم باللب ديالهم، هاك اللب البخلاني خليته بيه. دونك غندير هنايا ثلاثة ديال البرتقالات كبارين، غندير هنا واحد المعلقة ديال السكر، إلا كان حلو بزاف يمكن لكم تستغناو عليه، تستغناو على السكر. عندي هنا جوج معلقات كبار ديال المايزينا، جوج معلقات كبار ديال المايزينا، وغادي نديرهم فوق النار، غنخلطهم مزيان باش ما يتكور لياش. وغنديرهم فوق النار باش يعقد ليا الخليط. صافي، هذا هو الخليط ديالي، غنديرو هنايا غنديرو فوق النار باش يجمع ليا الخليط. اي فوالا، صافي غنديرو فوق النار. هانتوما الخليط ديالي هو بدا كيعقد، ها هما. غنزيدو شي شويه وغنطفي عليه، ها كيجي كريم، كيجي كريم، ها هو. دونك ها هو صافي عقد ليا، غادي نحيدو ونخليه حتى يبرد. لا كريم ديالي هي واجده، لاباط ديالي هي واجده، نقسمها على جوج، وغادي شويه ديال الفارين وغنطلقها. عندي هذا غنديرها في هذه، غنطلق لاباط ديالي تكون رقيقه شويه، لان غنجي وحده الفوق وحده لتحت. غنحاول نطلق على حساب هذا اللي عندي، على حساب هذا. دونك غنطلق لاباط نديرها لتحت. دونك لاباط ديالي انا صوبتها هنايا، دابا غندير لاكخيم فيها، هاد لاكخيم اللي صوبت. دونك غادي نديرها فوق من هاديك لاباط الاولانية، بقى سخونة شوية ولكن معليش باش نصوركم. دونك غنطلقها هكايا هكا، كنحاول نجمع الجناب باش ما تسيحش ليا. ها انتما، دونك كنحاول ما امكن هاد الجنيبات هادو ما تشوفوش، ولكن ما عنديش كي ندير. كنحاول نجمع الجنيبات باش ما تسيحش ليا لاباط. كيجمع هاد الشنيبات،
كنشد هذه لاباط الفوقانيه غنديرها من الفوق، لاباط اللي صوبت اللي تحتانيه غادي نديرها من الفوق فوالا، وغنديرها من الفوق بحال هكا. بسم الله خصكم تجيبوها قد قد نو ديالكم هانتو هكا، وغادي نحاول ما امكن نقادها باش ما تجينيش ديرها بحال داك الشكل ديال البسطيله. هاد الجوانب هادو غنقطعهم اللي شايطين، فوالا هادو اللي شايطين غنحيدهم وغادي نجمعها بحال هكايا. انا مسخنه الفران على درجه الحراره 180 تقريبا، غادي تحمر من التحت ومن الفوق واحد 15 دقيقه تقريبا. هانتوما شتيها كتشوفوا 15 دقيقه تقريبا. دونك غنسكها بالفرشيطه بحال هكايا كلها باش ما تنفخش ليا، ما بغيتهاش تنفخ. دونك غادي نتكها وغندهنها بالبيض. هانتوما ها شتوها هكا، وغادي ندهنها بالبيض. الشيته ديال البيض ما عرفتش مشات ليا، قلبت عليها ما لقيتهاش. دونك غن عندي هنا بيضه نصف فرد البيض وغندهنها من الفوق وغنحطها في الفران. هذه هي لاطارت ديالي. داك الطيبه ديال الليمون الروعه، وبالصحه والراحه.